في الشأن الفلاحي، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري على ضرورة ترقية المهن والنشاطات ذات العلاقة بالصيد البحري من أجل ترقية وتطوير الإنتاج السمكي في الجزائر الذي يبقى ضعيفا مقارنة بإمكانيته. جاء هذا على هامش إشرافه على انطلاق الطبعة السابعة للتظاهرة الموانئ والسدود الزرقاء بميناء زموري البحري ببومرداس. أحمد رشدي راصدت. واليوم هو نسعى لأجل تحسيس أكثر للمستعملين البحر ومستعملين السدود لكي نحافظ على هذه المناطق. هذه مناطق الزرقاء، مناطق لخلق الثروة، مناطق لخلق التغذية، ومناطق للشغل، ومناطق الاقتصاد الوطني. هذا لازم نحافظ عليه، وهذه الطبعة السابعة باش يكون تحسيس أكثر وتوعية أكثر وتجنيد أكثر، خاصة للمجتمع المدني باش يدعم العمل يقوموا به، العمل الجبار يقوموا به المصالح تاع الصيد البحري، مصالح البيئة، مصالح الرأي. غير بعيدا وفي مجال صيد التونة، أكد عماري على أن الجزائر ولأول مرة استطاعت في ظرف قياسي صيد كل حصتها الدولية باستعمال 22 باخرة، مشيرا إلى وجود جهود كبيرة من أجل رفع الحصة خلال السنوات القادمة. أقول صيد التونة نحن يعني معتزون لأنها اكتملت قبل الأوان. يوم 20 جوان يوم الخميس الفارط كانت فيه آخر يعني حملة صيد يعني للكوطة تاع الجزائر لحوالي 1437 طن اللي تم اصطيادها من طرف المهنيين. كان بودي النوه ب 22 يعني باخرة جزائرية من صيادين جزائريين و يعني اعوان جزائريين اللي قاموا باصطياد هذه الكميه اللي مخصصه للجزائر يعني 10 ايام قبل انتهاء الحصه.